الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد الله عز وجل الذي جعل أزمنة الخير تتعدد ومواسم الفضل تتجدد. ومن هذه المواسم العظيمة التي غفل عنها كثير من الناس، بل ربما بعض الناس لأول مرة يسمع بهذه الفضائل المجتمعة في هذا الموسم، أعني به موسم عشر من ذي الحجة، هذه العشر التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، ولم يقسم جل وعلا بها إلا لشرفها وعظم مكانتها ومنزلتها عنده جل وعلا. ولذلك كان على الإنسان قبل كل شيء أن يعرف شرف هذه العشر وفضلها، ثم يجتهد كذلك أيضا في العمل الصالح فيها. فمن فضائل هذه العشر أن العمل فيها مضاعف أكثر من غيره من سائر المواسم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، العمل الصالح هذا يعني فيه أنه ليس مقيد بعمل يعني معين ولا بعبادة خاصة، وإنما كل عمل صالح في هذه العشر مندوب إليه ومستحب. وعلى الإنسان أن يعرف لهذه العشر فضلها. ولهذا كان جماعة من أهل العلم يقدمون العشر من ذي الحجة على حتى العشر الأخيرة من رمضان، وكان بعضهم يرى أن لهذه العشر فضل يوازي تلك العشر الأخيرة من رمضان بل يفوقها. ولا شك أن هذا فيه دلالة على أن هذه العشر كانت يعني معظمة عند السلف وكان لها قدرها ومكانتها، ولذلك أثر عنه في ذلك كثير من الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة، فكانوا يجتهدون في صيامها وفي قيامها وفي ذكر الله فيها وفي الصدقة فيها وفي العتق فيها، بل إنهم لم يكن يعرف عنهم أنهم كانوا يقصرون في هذه العشر. وعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص عن أن يستغل هذه العشر أعظم وأفضل استغلال، من خلال أن لا يفوت على نفسه هذه العشر لياليها وأيامها ونهارها دون أن يكون له في ذلك أيضا بأن يضرب الإنسان له في ذلك بسهم في أنواع الطاعة المختلفة، وهي بحمد الله عز وجل واسعة، وهي أيضا مع كونها كثيرة إلى الأعمال الصالحة إلا أنها أيضا متيسرة وسهلة على النفس إذا بذل الإنسان وسعه واجتهد وعزم على استغلاله.